عصر الأحد شهدت حديقة بلدة بلوني في قضاء كسروان زفافا لا يشبه أي زفاف تقليدي. العروس بفستانها الأسود رقصت مع عريسها ببدلته النبيذية على أنغام قال البعض إنها شيطانية. أما اللافت في الأمر فكان الزينة التي اختارها العروسان لزفافهما جماجم وورد أحمر وتماثيل لهياكل عظمية ناهيك عن قالب الحلوى. صور زفاف دينا ونديم زلعوم انتشرت بسرعة البرق على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها اتخذت منحا لم يكن في بال العروسين. كل من بيعمل بأخلاقه. نحن أولاد كنيسة وعملنا كل شيء على الأصول وكنا محترمين، وبالكنيسة ما في ولا غلطة علينا. إذا حكيوا حتى بالكنيسة هن بيقولوا حتى يفرقوا هما الموت، ونحن على هالأساس شغلين كنا الكيك اللي فيه وجمجمتين وزعجة العالم كله، إنه إن شاء الله نحن منضل مزوجين حتى نوصل لمماتنا، يعني لأنه كتير عالم عم بتطلق وهيك. نحن المسج تبعنا ديب أكتر، يمكن نحن لبسين أسود لأنه ما جبرنا حدا يلبس بدلة أو نوع معين من الثياب. أصحابنا كلها بتدق موسيقى، اللي بيغني على الموتويات، اللي على الموتويات فطلعوا بتياب خاصة بهن شو بيشبهون شو بيرتاحوا. وكمان زعجتهم الخبرية منا باللون يا عالم، منا بالشكل ولنا باللون، الخبرية بأخلاقه الواحد وبمنطقتي وبشغلنا. أنا عندي محل تاتو، هالبنت كمان بتغني وعندها أكسسوريز وعندها أونلاين ستور، طبيعي يكون شكلنا هيدا. ما We're just يعني normal people who work وانتو you judged us على شكلنا مش على مين نحنا. لما قالوا لي في جاتو حاطين عليه جمجمتين فورا انا بعت الشرطة البلدية تحركت، اتوصلت انا والسريت زو درك قوى الامن، وانا على تنسيق كامل مع الرائد دغري بعت قوى امنية، طلعنا على فوق على الحديقة وشافوا انه العملية ما بتستحوذ هالموضوع كله لانه الشباب عاديين بس لبسين لبس اوريجينال، حطوا يمكن هالجمجمتين على الجاتو او حملوا هنيك وز جمجمه بس ليكونوا شوي اوريجينال انه هن راح يحبوا بعضهم للممات. يعني طلعت شغله بسيطه عاملينا اوريجينال، جماعه اولاد كنيسه تجوزوا بكنيسه فاتوا بهالزي على الكنيسه، انا بحديقه عامه ليش بدي اقعد امنعهم؟ بحسب خور كنيسة مار جابرييل في عجلتون الذي برك زفاف الشاب والشابة لم يكن الأمر غريبا، فكل ما في الأمر أن العروسين أرادا أن يكونا مختلفين، ولو كانا من عبادة الشيطان فلماذا طلبا أن يكون الزفاف في الكنيسة؟ أنا المهم داخل الكنيسة، داخل الكنيسة أنا ما حسيت في شيء ولا لي من حق يعني أطلع على حدا، يعني أنا كاهن بدي أبارك إكليل شاب وبنت، اجوا طلبوا من الكنيسة وهني ولاد راي قدموا أوراقا كل ثبوتية مضبوطة وكل شيء حتى نكلم إنه ما في أكثر من هيك. ما حسيت شيء غريب بلبسهم اللون الأسود اللي كانوا لابسينه العروس؟ أنا ما هذا ما بي هذا ما بي يعني ما بيعني لي. هل يمكن أن يتم الزواج خلال فترة الصوم زمن الصوم؟ إيه نحن عنا مسموح. طائفة السريان. سريان أرثوذكس نحن عنا مسموح. لما كنا نصوم 50 يوم في ما كان يسمحون يعني يأكلوا الصوم نهائيا، كان فيها الشهادة، بس لما سمحنا للناس يأكلون الصوم خلص. وتبقى العبرة مما حدث أننا في لبنان ما زلنا لا نحترم خصوصية الآخرين ولا نحكم إلا على المظاهر، وما نرحب به في الغرب ممنوع علينا هنا، فمتى يترك شياطين الأرض الحكم لرب السماء؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد.